انطلقت في 7 مساء أمس حملة فزعتكم فرحة لهم التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل، وتستمر الحملة لغاية مساء يوم الخميس المقبل. وتستهدف الحملة سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، شريطة أن تكون كافة الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية على أن تتم تلك المساعدات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة. أعد لهم الأمل في الحياة، هكذا استشعرت وزارة الشؤون الاجتماعية بمسؤوليتها تجاه الغارمين والغارمات عبر إطلاق حملة إنسانية وخيرية قدم من خلالها نموذجا بارزا في التكافل الاجتماعي لتفريج الكرب عن الغارمين والغارمات. راح تكون الأولوية لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، تقدير لظروفهم. راح يتم تنسيق مع إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل، إذا كان في هناك ظروف تقديرها وأهميتها يرجع إلى إدارة التنفيذ المدني. أما عن طريق التقديم والسداد يكون عن طريق إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل، والتي يوجد بها ملفات يتم دراستها من قبل الإدارة. وبخصوص التبرعات سيشارك الجميع من مواطنين ومقيمين وقطاع خاص وحكومي، خاصة وأن هناك فتاوي إجازة الزكاة لتقديمها للغارمين. اللينك والرابط راح يكون موجود إن شاء الله، راح ينطلق الساعة 7 مساء يوم الأحد، ويمتد لمدة 5 أيام إلى آخر ساعة من رمضان المبارك إن شاء الله. استطلعنا الآراء حول هذه الحملة والتي لاقت ترحيبا واستحسانا من قبل المواطنين والمقيمين. يعيدون مع عيالهم، يعني هذا وقت مناسب أنهم يكونون يعني مع عيالهم، اكيد لي اهالي ينطرونها. من اولى اوجه الصرف او اللي بيبي يتبرع للخير يكون في فك كرب غارم، ده شيء اكيد يعني. هذا مشروع خيري، وبرمضان جاء الفضيله والانسان له الاجر. مبادرة إنسانية تؤكد حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية التكافل الاجتماعي وأن يحظى الجميع بحياة كريمة. تبرعك لرفع الكاهل عن الغارمين يحرر أسرة بأكملها من الانكسار والفقر. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.